اهلا وسهلا فيكم في قناه اليوميات. طلعت البنات معنا. طلعت البنات من المدرسه اليوم على اساس ان انا كان عندي موعد لصالح، فقلت ما ابغى ارجع البيت والمدرسه جنب المستشفى، خليني امر واخذهم مره واحده. يوم طلعنا ايش قالوا؟ نبي مول. مول ليش؟ عشان ما شريت فستان. هيا في مناسبة بعد اسبوع وما عندها فستان، تقول هي عندها فساتين بس تبي شيء جديد. كنا المفروض نروح بالليل بس صراحة مرة واحدة يعني عشان نرتاح، قالوا انه ما فينا النوم، ماما مو تعبانين، خلينا نروح المول احسن من الليل وكذا. قلت خلاص انا قرار من الحين، احس اني انا مصحصحة ورجعت البيت ما راح انام، وماما تبي تطلعني بالليل فما راح انام ولا بقوم، يعني قصدها خليني انكرف الحين وارجع تعبانة انام وارتاح وخلاص يصير ما في شيء بالليل. ليش ما تبين بالليل لو ما لقينا اليوم؟ طيب ما تبين بالليل نروح مول ثاني؟ بكره نروح. بكره؟ خلاص على راحتك. لا تكلميني اذا رجعنا البيت. قبل لا نبدا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وفعل الجرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، وضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا سناب شات قول باي باي. ايش فيك؟ نبدا، خلونا نبدا وننزل. يلا احنا طبعا عند المول الحين. وصلنا المول، شوفوا صالح يمشي، تخيلوا وصلنا مرحله انه يمشي ويلعب، ما شاء الله عليك يا صالح. قلت له رايحين بس تدورون، يقول انتوا تدورون فساتين، يا ماما باخذ ايبادي وش اسوي انا معكم؟ انا ما احب ادور فساتين، تعالي هنا دوري. هيا ان شاء الله نلقى اليوم فستان. هيا شوفي، ما تبين كذا سادة؟ وين؟ وين وريني؟ وخري خلنا نشوف، وخري وخري انتي خلنا نشوفها. يعني تاخذينه مع حزام؟ ما ادري، يبين على القياس. شوفي الاسود، طيب ما تبين اسود؟ لا احلى اسود. شوفي ورينا ورينا. طيب امسكي امسكي، انا بشوف موديله شلون. لا لا خلينا نشوف نشوف، يمكن نلقى احلى. هذا محل هيفا المفضل ماما. في حوستها. ماما اذا تبوني انا بقعد هناك، اذا تبوني تعالوا يلا. ماما عادي اخذ وريني، احس انها عاديه مره عاديه. انا ابي هوديز، لان ما عندي هوديز للمدرسه حلوه. عندي كل هوديز ما سوي شعرك، ترى من هنا مره في هوديز حلوه اللي وراها. ايه هذه هي اللي بيدي، في هوديز معين للمدرسه. اي عشان كذا انا ما ابغى هوديز، اي هوديز لا. هذا حتى حلو للطلعات، شوفي البسه مع ذا البنطلون اللي انا عندي كذا، والله حلو. ما ادري شلون هيفا قررت تاخذ هذه. شوفوا هذه حلوه بس ما ادري تحسين انها اوفر ولا في غرفه قياس. تلقين ترى محلات في غرفه ميكس لارج، وقفيها عليك حتى الكم. انا بيها مره اوفر سايز. لا بس شوفي الكم، الكم عادي. شوفي 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 الكم، ترى انا بالمدرسه كذا ارفع الكم كذا ما احب. طيب خلينا نشوف في محلات واجد. خلاص نخليها اذا واحنا راجعين، اذا ما لقيت باخذ هذه. طيب يلا وين احطها؟ لازم شوف الفساتين، احس هنا ما في فساتين فخمه. هذه اكثر عجبتك؟ ما ادري ايش رايك هي. شوفي وريني اياها من قدام، وريني ورا. متأكدة؟ شفتي الاشكال ولا استعجلتي لقيتيها وجيتي؟ احس هنا راح نلقى شيء، راح نلقى. نعم حبيبي. طيب اقعد، شوفي هناك الفساتين، افتحيها شوف. ترى مو شرط فستان، تقدر تاخذ لها هذا. شوفي تعالي شوفي الجلد هذا، افتحيه خلنا نشوفه. حلو مرة حلو. ايش رايك؟ بس شوفي المقاس، تعالي تعالي. ما في له مقاسين، المقاسات اللي داخل هذا اصغر ومن هذا كم؟ مو ارقام، مو سايزات، ارقام. لقينا فستانين عجبوها، هذا وهذا، حلوه الصراحه. بس قيسي قيسيهم اول. في هناك بعد واحد، شوفي هيا ما شفتي المحل انت؟ الا شوفي هذا بس انا لا احلى كم قصير حر لا حر.
دخلت الكيس، ان شاء الله يطلع حلو ونرتاح، لانه مضطره اذا ما طلع حلو ان بكره نطلع بعد نروح المول ونشتري بعد ندور، فان شاء الله يطلع حلو. توقعين يطلع حلو عليها؟ لا ليه؟ بالعكس ابي اخلص صراحه ارتاح. لا طب دوري هناك يمكن تلقين شيء ثاني. لا متاكده انه ما في شيء يعني. هنا البنفسجي هذا مو حلو. ما تبي الوان؟ ما لا 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 اذا لقينا شيء حلو ملون حلو. لا يلمع ما ينفع. شوفوا هذا احس حق كبار موديل كبار. شوفي هاي فهذا احس موديل كبار صح؟ ايه هذا الفستان الثاني شفنا الاول بس صراحه احس انه مكبرك في العمر يعني مره عرفتوا اللي مكبرها مع انه حلو موديله يجنن بس ايش رايك انتي؟ ما عجبك؟ يلا قاعدين ننتظر هيا كل ما شغلت الفيديو بسجل اللي ورا الكوفي اللي وراي يطلع صوت مره ابي اروح سفاره بس كذا يعني ما انت محتاجه شيء انا ما احتاج شيء بس يعني انا ابي اتمشى هاي فهوايتها انها تدخل سفاره تفرج بس لا اتفرج واشوف الاشياء الترندات اتفرج على الترندات واطلع بس هذه هوايتك هذا وبس هذا حلو خلاص اللي هنا اللي يلمع كذا يرعش ويلمع انا باخذ عشان تصيري مميزه وهي تاخذ هذا طلعي 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 مو هذا انا اقول هذا سيلين ديسكو ديسكو ولا هذا يا هيا هذا الله ان شاء الله نلقى هنا بس اتوقع هنا كله شتوي صوف اصواف وشتوي ها ما اتوقع عندهم فساتين ما نلقى طيب شوفي هناك ما في شيء ها هيا ما في يلا اطلع كذا خذي هذه بس هيا شتي كذا الجنوبي قطب الجنوبي اوكي طلبنا من هنا المطعم هذا انا بتغدى لاني ها بليز وي درايس 25 درينكس اند وان اكسترا جريفي يا بليز و 55 هلال احب هالمطعم فلما جيت هنا قلت لازم اتغدى منه لأنه ما ينوجد إلا في المول هذا. حلوة إيه. شوفوا الناس ما جالي فيه هذا مطعم فلبيني ترى بس أكله كله طبيعي يعني دجاج عادي نفس كنتاكي. أنا بعد. أحب الجريفي حقهم وال ها. طب عادي. سباجيتي حالي إيه. خذوا يلا. روحوا كودو جايجيكم كودو. أنا. أنت وشو؟ كنتاكي. لا يلا وش تبون؟ كنتاكي. يلا شوفوا المطاعم خلاص انا ترى. انا بكنتاكي يلا طبعا انا ومريم مريم تحبه بعد طلبنا انا وياها ابي ايه دجاجتين يبغى دجاجتين لا خذي له سناك هيا خذي له سناك مين بنات طلبوا من كي اف سي ما صلى عليهم يعرفون وانت بعد تبغى كي اف سي بس تروح البيت تتغدى لا هذا غداي خلاص غداك عشا نخلي ايش رايك ملوخيه مسوين لك اليوم انت تحب الملوخيه بسم الله عليك بسم الله عليك هذه انت ايش طلبتي هيفا وش تبي درينك اخذي هذه خذيها هيفا ايش طلبتي ما ادري ايش اسمها بس طلبتي وبس لا مريم تقول لي في مطعم هناك اسمه ايش؟ تشاوكينغ تشاوكينغ تقول مدام النودلز حقتهم تجنن صراحة تحمست اني اذوقها تجيبين واحدة ها ناكل انا وياك يلا وانت تذوق معنا النودلز؟ لا ايش رايك؟ تحب النودلز نفس الاندومي النودلز طبعا هذا اكلي هذا الجريفي اللي اقول لكم اجي عشانه مرة أحبه مع الرز الأبيض مرة هذه وجبتي شوفوها فيها هيفا وخري الرز هذا رز طبعا وريهم هذا رز مغلفينه نفتحه كنا برجر وهذا الدجاج والجريبي أنا أخذ إكسترا جريبي ها تبين دجاجة مني لا لا كافي لا كافي لأن أنا تشوف ما تلاحظين مصالح فيدي اقعد ما تلاحظون إيش أنت إيش قرمش شكل أنا فري ستريبس لا خذيها معك عادي اللي بقى عطي مريم ابي كذا ما تاخذون غدا مره بدري عادي
بننام اصلا اول ما نصحى عشان كانوا يبون يفطرون بعدين قالوا ماما اننا نبغى نتغدى عشان ايش نبغى نرجع البيت ننام ما نبغى خلاص اذا خلصت ابي اروح بسفاره انا بروح مع مريم عادي ما في مع مريم بنخلص احنا بنطلع على طول ما راح نطلع باقي محلات نشوف خلينا نكمل باخذ هودي اول هودي الهودي هذه قاس بدور ماما وارجع لها اللي شفتها اي واحده الاولى ولا الثانيه الاولى اللي فيها شش شو اسمه هو اللي فيها بولنبير محلها مو بولنبير لا الا محلها بولنبير بولنبير اي بنسوي لكم انبوكسينج البلاشر حقي الجديد هي صدقت انها شاريه بلاشر من وراها بغت تعصب هذا طبعا الرز حطيه هنا لينكب لينكب حطيه يلا هنا شو الرز كيف طريقته لا طلعي من المنزل يعني اقلبي ايه اقلبي شلون شفتوا اثنين لا واحد كافي هيا مره كافي اخيرا طولت يا مريم انت النودلز اللي مريم تقول ما دام تجنن تحيها شوكينج شوكينج بالوات تشيكن اور وات تفتحها تفتحها هي وريني اوه ماي جاد وشو هذا بيف وتشيكن بيف وشريم شفتوا شلون تخيلوا حاطه ربيان ودجاج ولحم مو قلت لك مريم خليها خضار ما نبي لحم وقرابيط فيك ذا طيب ليش حطيتي كل الشيء مريم غريب كذا شكلها كذا حطت الشله كلها كل الدنيا حطتها فيها يو يا مريم في واحد كبير في واحد كبير ما احس انها حلوه لا ما هي للبيت هذه للبيت ليش رخيصه للبيت نخليها كم سعرها عطني اصلا شتا ايش فيكم 130 للبيت ها لا اي ابيها اطلب لك واحده اونلاين اطلب لك واحده تعال نشوف اطلب لك حرام واحده اونلاين للبيت اذا تبيها للبيت